السلام عليكم. نزولا عند الرباط بعض الأصدقاء، اليوم إن شاء الله نحاول نطرق الموضوع ديال لو كونت كورون دي زاسوسي. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نحاول نشوف شنو هو الكونت كورون أسوسي، بلاصة ديفيزيون دي كونت، لو فونكسيونمون ديال لي كونت كونت كورون أسوسي إي أوغمونتاسيون دو كابيتال، لو رومبورسمون ديال لو كونت كورون أسوسي، وفي الأخير غنشوفو لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال هاد لو كونت كورون أسوسي. دونك في البداية نبداو إن شاء الله بلا ديفينيسيون، نشوفو شنو هو هاد لو كونت كورون أسوسي. Donc le compte courant associé, un compte, par exemple, un compte bancaire de l'associé qui est ouest de Sherika. C'est-à-dire, il y a un téléphone de la banque, il y a un téléphone de la Sherika. La Sherika peut prendre des flux de l'associé. Et on a le compte courant associé qui est l'un des éléments les plus importants dans la vie de l'entreprise ou le financement de la. C'est-à-dire que les associés ils peuvent financer l'activité de la société. وذلك بوضع à disposition ديال هاد الشركه هادو دي فون اللي بيان سور غتنتج من عليهم من بعد ان كريونس كي بورا اتر رومبورسي. علاش غنحتاجو هاد الفلوس هادو؟ بارفوار نحتاجو هاد لاسوسي باش يعطينا فلوس او يدخ فلوس في حساب ديال الشركه بور فير فاس ا دي بيزوان ديال لا تريزوري او لا او مومون ديال لا رياليزاسيون ديال دي انفيستيسمون او لا في لو كادر ديال لاكتيفيتي نورمال بارفوا يكون عندنا البيمون ديال الصغير او لا لي فورنيسور. بهاد العمليه الشركه دوفيان ديبيتريس ديال هاد السوم الوي اي بيان سور كي دوا فيغوري في لو باسيف ديال لو بوست ديال الكونت كورون اسوسي. هاد العمليه ما عندهاش اوكان امباكت لا اوكان ايفي على لو كابيتال سو كي بيرمي دو با موديفي لي زيكليبر اونتر لي اسوسي. واحد دخ فلوس في حساب ديال الشركه ونص شي اخر ما حطش فلوس، دونك هنا لو كابيتال ريست فيكس دونك ما تنتج عليه حتى ديزيكيليب، دونك ليكيليب كيبقى اونتخ لي زاسوسي كيما كانوا او ديبار. بالنسبه لا سوب ديفيزيون دي كونت دونك كاين دي كونت ديال كلاس 3 اللي هما كونت كورون زاسوسي ديبيتور اللي هو الكونت 63، وكاين دي كونت ديال كلاس 4 اللي هما كونت كريديتور زاسوسي كريديتور اللي هما لا كلاس 4 كلاس 4 اللي هو كونت 43. كيفاش لو فونكسيون كيفاش كنستعملوهم؟ دونك بالنسبه لو كونت كورون ديال سوسي ديبيتور دونك كتسجلو فيه لي زافونس ا كوتير لي انتيغي ديبيتور لي بيرت على شارج ديال السوسي. وهنا هاد لو كونت اللي انتيغدي في بعض لي فورم ديال لا سوسيتي. بالنسبه لو كونت كورون اللي هو كريديتور دونك هنا كيما درنا دونك كنسجلو فيه هادوك لي مونطون ديال لي فورم اللي وضعوا هذوك لي زاسوسي على ديسبوزيسيون ديال الشركه هنا اتيتر تومبورير سي لادير ان رومبورسمون تيدار ات مومون سوف بيان سور الا كان دي كلوز سوفتير كونتخير. مي الا كنحطهم دي مانيير دورابل هنا سي لا كنحطهم في لا كلاس اون اللي هو كونت كورون اسوسي اللي هو بلوكي. مادام ان حط الفلوس في الشركه بيان سور غتنتج عندهم دي زانتيري. دونك كيما ان تسلفنا من عند البنكه تحسب عندنا لا بونك دي زانتيري، كذلك لاسوسي راه بيان سور تيحسب عندنا ليزانتيري اللي غنشوفوهم في الموداليتي ديال الرومبورسمون ديالو. هاد ليزانتيري او نيفو لا كونتابيليتي غنسجلوهم في الكونت 63 و 14 اللي هما انتيري دي كونت كورون اي ديبو كريديتور. بالنسبة لو كونت كورون اسوسي والعلاقة ديالو مع البونتاس كابيتال، دونك هنا غنشوفو على المستوى القانوني وعلى المستوى الجبائي. دونك على المستوى القانوني ان هادوك لي سوم انسكريت في الكونت كورون اسوسي بوف اتر اتيليزي افان دوغمونتي لو كابيتال ديال الشركة. Bien sûr, grâce à l'amélioration, la société pourra apurer ses comptes en supprimant une dette liée exigible. Et le compte courant qui est aujourd'hui, la comptabilité de chef, le chef 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 de chef, تعطيناكم افونتاج فيسكال باش نرفعوا راس المال ديال الشركه بالكونت كورون اللي غنستافدوا واحد لا ريديكسيون او لا افونتاج فيسكال. سيغادير ان لا سوسكريبسيون وزوغمونتاسيون دي كابيتال بار كومبونساسيون افيك لو كونت كورون اوفر دروا ا لا ريديكسيون دامبو بيان سور سي لي كونديسيون دابليكاسيون ديال ديسبوزيتيف سون باغ ايور رومبلي. يعني هنا شروط تتحترم وهذا الشيء ديجا كان وفي السنوات الاخيره كان ان افونتاج فيسكال ديال الطو ديال 20% لو مونطون ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال. وكما كان ديجا في 2005 2009 2011 وعاود تجددات لا برولونغاسيون ديالو من بعد 2011. دونك هذا سون ديزافونتاج اللي كتعطاو على هذا الكونت كورون اسوسي. بالنسبه للرومبورسمون ديال لو كونت كورون اسوسي هنا لاسوسي
peut être remboursé à tout moment. Mais il y a des sommes qu'il a mises à la disposition du Sherika, le compte courant d'Yelou. Bien sûr, sauf clause statutaire contraire. Maintenant, qu'une des clauses qui sont dans le statut, qui sont dans les modalités du paiement du compte courant, ceci, qui sont dans le taux d'intérêt, ou là, qui sont une convention. Cette convention, bien sûr, d'arôler à la chasse de l'INA, qui sont dans l'objet. تنهضروا فيها على نحدوا فيها لو طو دانتيري تنحدوا لو رومبورسمون تنهضروا على لي فري اي دووا لي بوفوا لي كومبيتونس جوريديكسيونيل تنهضروا على لي زيكسيون دو مصلحه هما لي زارتيكل الاهم اللي خصنا نحطوهم لا دي كلوز دي كونديسيون اخرين اللي ممكن نزيدوهم حنايا في هاد الرومبورسمون دونك تنحدوا امتى خصك تدير المبورصة وتنحدوا لو طو هذا هو اللي اهم ان من بعد راه كيكون ديزاغيتي ديال المينيستر دو فينونس اللي تيحدونا لو طو اللي هو ديديكتيبل سيبوزو حنا في الستاتيو او لا في لا كونفونسيون درنا 1.5% مي هنا باغ اكزومبل 2017 ان هاد خلاليتي ديال المينيستر ديال ليكونومي اي فيرونس حدد نطو في 2.21% اللي هي ديديكتيف دونك لو ريست ني با ديديكتيف دونك سي تري انتيغرا او مومون ديال الباساج من ريزلتا كونتابل ريزلتا فيسكال مي دونك هنا فين كاين الاشكال انا اون كا ديفيكولتي ديفيرونسيال اولا ان هاد الشركه تفتحات وجهها مصر التسويق القضائية دونك هنا السوسيتي نو بو بلو بروسيدي او رومبورسمون ديال الكونت كورون السوسي دونك هنا ما يمكنش الشركة دخلت هاد السوسي وتولي هنا تعتبر بحال كريونسي عادي دونك في هاد الحالة هاد السوسي دوا ديكلاري سا كريونس اونتر لي مان ديال المونداتير اللي هنا في المغرب في الكود كوميرس في الكتاب الخامس هو اللي كنسميو لو سانديك او لا تيدير ديكلاريسيون عنده عند ليكيداتور جديسيال اللي مشات للشركة التصفية القضائية دونك هنا الشركه ما عندهاش الحق تخلص ليها ولا تلوم بورسي في الكونت كورون اسوسي وانتي وليتي تعتبر بحال كاع لي فورنيسور وهنا فورنيسور نورمال اي نو با ان فورنيسور او لا ان كليونتي بريفيليج دونك هذا هو اللي يمكن نهضروا على رومبورسمون بالنسبه لي زافونتاج لي زانكونفينو ديال هذا لو كونت كورون اسوسي بيان سور او كونترير ديال لي زابور او نيميرير هذوك لو سون فيرتي في لو كونت كورون اسوسي بوف اتر رومبورسي ا تو مومون Ou le client c'est là, il peut recevoir des intérêts. Donc, une fois que plus, il peut être dans un cas qui m'a donné un mécanisme de clause de l'humain statutaire contraire à la quinzième convention. Ou bien sûr, elle a le somme libre sur le compte, c'est-à-dire qu'il des intérêts. Dernière chose, on a l'utilisation de le compte courant aussi, il est particulièrement souple. Il y a une fois qu'il y a plus sur le CHS, il y a une assemblée générale, une modification de le statut. دونك اي فوا يكون عندك جيست دي بون كي جيستيفي بان حط الفلوس او لا دار لو روتري باش تهم بورصه بار كونتر انا لي غارونتي اللي تعطاو هنا في الكونت كورونس سي بارابور لي زابور اون كابيتال تيكونوا قلال يعني اون كار كانت ديفيكولتي الشركه دونك هنا تيكون اشكال اون بلوس هذوك لي سون فيرسي في الكونت كون اسوسي راه نو بيرميت با دو مونتي لا بارتيسيباسيون ديال هذاك لاسوسي في لو كابيتال ديال السوسيتي وذلك ما تيسمحوش ليه انه يكون باش يكون عنده واحد الدخل على لافونتاج او لا واحد الثقل على السياسه ديال الشركه وما تسمحش ليه انه باش يستافد من ديفيدون بلوز امبورطون هادشي علاش كيفاش قلنا في الاول بان هذيك العمليه ديال لوبيراسيون اللي ان هذاك لاسوسي تيوضع في الشركه على ديسبوزيسيون ديال الشركه دي فون هاد لوبيراسيون قلنا ان اوكان نيفي على لو كابيتال سوسيال دونك وقلنا بان هاد العمليه ne permet pas de modifier les équilibres entre les associés. Donc là, le capital bouhdito ou le compte courant bouhdito. Donc à chaque fois que nous allons le compte courant associé, on te demande un bain. Les amis, mais là, nous allons essayer de expliquer les étudiants, les stagiaires, les étudiants, le métier, la manière de le compte courant. On ne peut pas juste le faire comme juste un moyen pour régulariser les écritures. Parce que la plupart ou la plupart, tu vas utiliser le compte courant associé pour faire des régularisations. شكون اللي خلى هذا الشيء انه يمكن ما كانش الفهم ديال الكونت كورونس شنو هو او لا ان اغلب لو تيسي ديال لي سيتي ماروكاني كيكزيست كلهم هما سيتي فاميليال دونك ما كاينش دي زاسوسي اللي مختلفين باش يوقع مشكل مي بار كونتر الا كان دي زاسوسي انتيردي انك تقيس هذاك لو مونطو او لا تستعمل داك الكونت كورون اسوسي تستعمل دي ريغيلاريزاسيون هذوك راه فلوس تيتحطو تيتهزو دي بابي و تيتحطو دي بابي دونك الا فيرسا ضروري خص يكون عندك جيستيف ان بون دوكيس ولا باش انه فيرس هذيك باش حط ديك لاسوم ونهار تيهز ضروري خصك يكون عندك ان مويا باش انه يهز لك الفلوس دونك هذا سي با ان كونت اللي كتستعملو وقت ما بغيتي تخرج وقت ما بغيتي دونك هادشي اللي ممكن نقول وموعدنا في الحلقه الجايه